بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس محمد فتحي، مهندس اجهزه وتحكم. ان شاء الله النهارده واستكمالا لسلسله الفيديوهات اللي احنا بداناها بنشرح الانسترومنتيشن اند كنترول، هنشرح النهارده الليفل هو فيزيكال بارامتر، والترانسميتر اللي بيقراه اسمه دي ال سي. دي ال سي عباره عن ديجيتال ليفل كنترولر شغال ديسبليسر ليفل ترانسميتر. الديسبليسر بالشكل اللي احنا شايفينه بيتحرك لفوق ولتحت على حسب ارتفاع وانخفاض منسوب السائل. السائل طبعا فيه فالفات بتتحكم في دخول وعزل السائل دوت. الحركه بتاعت الديسبليسر طبعا بتحرك حركه راسيه، الحركه الراسيه بتتحول لحركه دائريه بتحرك حاجه اسمها التورك شافت. التورك شافت دوت متصل بار في دي تي اللي هو روتور فاريبل ديفرنشال ترانسفورمر، بيحول الحركه اللي احنا قلنا عليها ديت ل الكتريكال سيجنال. الكتريكال سيجنال بعد كده بتتحول او بتتنسب من 4 ل 20 ملي امبير على حسب طبعا ارتفاع السائل، يعني اقل ارتفاع بيبعت 4 ملي امبير واقصى ارتفاع بيبعت 20 ملي امبير، بيعبر عن منسوب السائل. ده شكل الار في دي تي اللي هو الروتور فاريبل ديفرنشال ترانسفورمر. بيجي على الكويل البرايمري دوت، بنحط طبعا عليه فولت. الناحيه الثانيه في ملفين سكندري عدد لفاتهم متشابهه بس اتجاهاتهم معكوسه، فاللي هيحصل ان في الوضع الطبيعي هيتولد خطوط فيض هتقطع الايه الملفين اللي هم السكندري. لو الكور في النص يبقى الخطوط الفيض اللي فوق قد خطوط الفيض اللي تحت، يعني اللي فوق هيطلع في، اللي تحت هيطلع سالب في، الدلتا في بتاعتهم بزيرو. طب لما يبتدي بقى الليفل يتحرك الكور هيتحرك بحركه دائريه، هينتج دلتا في لان خطوط الفيض هتختلف، فهينتج دلتا في، فهنحول الدلتا في ديت من 4 ل 20 ملي امبير. ده شكل لو عايزين نعمل كالبريشن للدي ال سي مجهز من تحت. هندخل عن طريق الهاند بامب ديت، هندخل منسوب السائل بتاع الزيرو، نقول له ده الزيرو بتاعك زيرو تريم يعني، او الماكسيمم هنقول له ده الاسبان طبعا عن طريق الهارت. او لو انا الدي سي اس بتاعي في برنامج زي الاي ام اس في اميرسون او فيجن، اقدر ايه من خلاله اعمل زيرو تريم واور تريم او ادخلهم يدوي اديت للقيم بايدي. بس طبعا لو انا هعمل كاليبريشن على الوضع دوت يبقى لازم اعزل التانك عشان خاطر ما ياثرش في الكاليبريشن. هنشوف ان شاء الله دلوقتي فيديو عملي للهارت واستخدامه مع الدي ال سي. ده شاشه الدي ال سي زي ما احنا شايفين اري 7.6 انش 62%، 62% من الرينج بيعبر عنه ب 7.6. برضو للمعلومه ده التيوب اللي بيدخل فيها طبعا الليكويد او السائل اللي عندي، طبعا فتحتين فلانشتين واحده من فوق واحده من تحت. السائل بيدخل بيحرك ديسبليسر جوه زي ما قلنا، حركه عموديه، الحركه العموديه بتحول لحركه دائريه بتحرك التورك شافت. التورك شافت دوت عن طريق الار في دي تي بيحول الحركه ديت من 4 ل 20 ملي امبير زي ما قلنا. انا طبعا بظبطه ال 4 ملي امبير ده اللي هو التانك فاضي، وال 10 ملي امبير او ال 20 ملي امبير دول الايه والتانك مليان. طبعا التانك فاضي بنسبه الزيرو بوزيشن زي ما هنشوفها بعد كده. ده طبعا اول شاشه في استخدام الهارت، انا بجيبها من الاول خالص عشان خاطر اللي بيستخدم هارت لاول مره. الزرار اللي على اليمين ده انتر. في طبعا قلم ممكن اضرب دبل كليك، بس ايه انا بس بحب استخدم الزرار اللي على اليمين دوت عشان اكيوريت اكتر يعني. ماشي، دلوقتي دخل اونلاين. دي الشاشه اللي انا شايفينها، البروسيس فاريبلز، الليفل، التمبريتشر، البي في رينج، البروسيس فاريبل رينج. اول حاجه قالي 7.6 درجه حراره 20، هنخش على الرينج، الابر رينج واللور رينج. يو ار في ابر رينج فاليو 10.2، ال ار في 3.2، يبقى كده هو شغال على 7 انش. تمام، هنخش على البروسيس فاريبلز. لو انا عايز اعمل زيرو تريم، دايجنايز اند سيرفيس، رابع اختيار كاليبريشن، سنسور كاليبريشن، واختار ايه تريم بروسيس فاريبل زيرو. اوكي، طبعا انا لو قلت اوكي دلوقتي، انا دلوقتي اصلا في 60% من السائل جوه، فمش هينفع اقول له عشان اقول لازم اعزل وادخل
ميه اوصل للزيرو الاول، عشان كده هعمل ابورت عشان ما ابوظش ايه معايره الدي ال سي. بس طبعا هو عشان اعمل معايره يبقى لازم احط الزيرو بوزيشن الاول زي ما قلنا، اللي هو يكون الوضع التانك فاضي بس يكون ايه الديسبليسر في وضع اللي احنا شفناه في الصوره، تمام، اللي هو الوضع دوت. ده احنا كده عملنا زيرو تريم او شفنا بيتعمل ازاي. طبعا متشكر جدا على مشاهده الفيديو، واتمنى لو في اي اقتراحات يعني تتواصل معايا وتقولها لي عشان اطور القناه، لان القناه ديت قناتكم انتم، وانا ان شاء الله متقبل اي انتقاد او اقتراح.